بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في تكملة النوع الثاني والأربعين في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن. الخامس، يعني الوجه الخامس، خطاب الجنس. أما نقول مثلا ناس، ده اسم جنس لكل مكلف عاقل، وكذلك إنسان اسم جنس لبني آدم، نحو يا أيها الناس، فإن المراد جنس الناس لا كل فرد. وإلا ليه ما قلناش إن مش مراد بكل فرد من الناس؟ لأن في من الناس من ليس بمكلف وغير صالح للخطاب، كالصبي الصغير والمجنون اللي هو غير المكلف. وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت هذا الخطاب، وهذا يغلب في خطاب أهل مكة كما سبق. يعني تملي السور اللي فيها يا أيها الناس في الغالب الأعم بتلاقيها إيه؟ قبل الهجرة، يعني مكية. واللي فيها يا أيها الذين آمنوا غالبا ما تكون مدنية بعد الهجرة على الغالب برضو. ورجح الأصوليون دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بيا أيها النبي، طبعا لأن النبي مكلف، هو من الناس وهو إنسان كامل، ونزل التكليف للإنسان، فالنبي مكلف بما جاء به لتكليف البشر. حتى هو نفسه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان برضو في الصلاة بتاعته يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، بيصلي على نفسه. فهمت إزاي؟ وهكذا ليه مكلف كسائر الناس صلى الله عليه وسلم. ورجح الأصوليون دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بيا أيها الناس، وفي القرآن سورتان أولهما يا أيها الناس، إحداهما في النصف الأول وهي السورة الرابعة منه، وهي سورة النساء. سورة النساء أول آية فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. دي إيه؟ سورة النساء أولها يا أيها الناس. والسورة الثانية اللي في أول آية فيها يا أيها الناس في النصف الثاني من القرآن، وهي سورة الحج. في سورة الحج يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وفي قراءة سكرى، وما هم بسكارى، والقراءة الثانية وما هم بسكرى، ولكن عذاب الله شديد. والأولى تشتمل على شرح المبدأ، لأن بدايتنا نفس واحدة خلق منها زوجها، دي البداية المبدأ. والثانية تشتمل على شرح المعاد، فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة. قال الراغب: والناس قد يذكر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس. ممكن تقول يذكر، ممكن تقول يذكر. يذكر يعني ايه؟ يقصد به الذكور على سبيل التغليب، لكن النساء، لكن يذكر احسن. والناس قد يذكر، لفظ الناس يعني، ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزا، وذلك اذا اعتبر معنى الانسانيه. زي احنا مثلا نقول ايه لما نلاقي واحد كده وجيه، نقول ده ابن ناس، يعني ناس فضلاء يعني.
فهمت؟ يبقى يقصد بالناس ايه؟ الفضلاء يعني، اللي هو المتميزون يعني. وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة بها. حطيت لك فتحة على الكاف خطأ. وهو وجود العقل والذكر، اللي هو ايه؟ العقل يتدبر فيتذكر، فهمت بقى ازاي؟ وسائر القوى المختصة به من الإدراكات المختلفة بقى. فإن كل شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه، كاليد، فإنها إذا عدمت فعلها الخاص بها فإطلاق اليد عليه كإطلاقه على يد السرير مثلا. ومثله بقوله تعالى: آمنوا كما آمن الناس، يعني فضلاء الناس، أي كما يفعل من يوجد فيه معنى الإنسانية، ولم يقصد بالإنسان عينا واحدا يعني شخصا معينا يعني، بل قصد المعنى اللي هو معنى الإنسانية في الإنسان. وكذلك قوله: أم يحسدون الناس، أي من وجد فيه معنى الإنسانية، أي إنسان، أي إنسان كان. قال: وربما قصد به النوع من حيث هو، من حيث هو نوع الإنسان، كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. النوع السادس من الخطاب خطاب النوع، بيكلم طائفة معينة أو قبيلة معينة أو فصيل معين وهكذا، زي ما يقول مثلا في القرآن: يا بني إسرائيل، يبقى بيكلم نوع معين. يا أهل الكتاب، بيتكلم نوع معين من الناس وهكذا. يا بني إسرائيل، والمراد بنو يعقوب، وإنما صرح به للطيفة سبقت في النوع السادس وهو علم المبهمات. السابع خطاب العين، يعين إنسان معين يكلمه: يا آدم، يا موسى، يا عيسى وهكذا، يبقى بيحدد إنسان معين، نحو: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا عيسى. ولم يقع في القرآن النداء بيا محمد، بل بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، تعظيما له وتبجيلا وتخصيصا بذلك عن سواه، ليبين أنه هو أفضل الخلق وأجل الخلق وأعظم الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل غدا النوع الثامن خطاب المدح غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.